يجازيكم بخير سيدي. وصلت لك يعني انا عرفت، انا حسيت بان المستمعين راه تحشوك هادشي اللي كاين انت سيدي. بارك الله فيكم سيدي. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، وان شاء الله ملي يكون واجد العمل مرحبا بك معنا في ليالي ماد راديو كيف العاده. الدار دار ان شاء الله، ان شاء الله يا استاذي، الله يطول لنا عمركم. اشنو تسمى لنا سيدي توفيق؟ وملي قلت الطرب سيدي غادي ندير قطعه ديال محمد عبد الوهاب. أيه. وغادي نسمعكم سولني الغزال ديال لاله سلوى باش نتفكروها حتى هي. ايوا واخا، هذه هي القطعه اللي غادي نسجل ان شاء الله نضيفها للالبوم ديالي ان شاء الله بحول الله للجميع هذا ما كان. ونبقاو في صبغتنا سي توفيق العظيم. تبارك الله على سي توفيق. واخا نسمع لك في اغنيه اسمه اغنيه اختاريتي لنا سي اللي بغيتي سي جلال. لا 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 هذيك اللي قلتي لي، هذيك اللي قلتي لي ديال الفنان لا سلوى نبداو بها. نعم اي واخا، اي موف ديال محمد عبد الوهاب. شنو قلنا الاسم ديالها سي توفيق؟ سولني الغزال وقال. سولني الغزال وقال. نعم. يا سلام، جميل. تفضل سي توفيق. واش تتبغيني قال، سولني الغزال وقال واش تتبغيني قال، الله حبيبي الله واش هذا سؤال، الله حبيبي الله واش هذا سؤال. والقلب الليلي كمال ما يحتاج السؤال، القلب ليلك مال ما يحتاج السؤال، ها عيني قدامك فيها تلقى جوابك، عيني قدامك فيها تلقى جوابك، وتوصف لك الحال وتوصف لك الحال، فيها الشوق يوريك شحال انا مفتون بك، وفيها الشوق يوريك وشحال انا مفتون بك، من بعد اش باقي تقال، اش باقي تقال، سولني الغزال وقال واش تتبغيني قال، الله حبيبي الله واش هذا سؤال، الله حبيبي الله واش هذا سؤال. ويدي تسلم عليك راحتها في حضان يديك، ويدي تسلم عليك راحتها في حضان يديك، هي هي تنوب عليا واش ما عبرات لك، هي هي تنوب عليا واش ما عبرات لك، شحال انا مشتاق شحال، شحال انا مشتاق شحال، وكلامي كل كلمة من كلامي فيها معاني الغرامي، وكلامي كل كلمة من كلامي فيها معاني الغرامي، ما صعيب عليك تفهمها أو تشتيرها محال، ما صعيب عليك تفهمها أو تشتيرها محال، ياللي ديما في البال قلبي يبغيك الغزال، ياللي ديما في البال قلبي يبغيك الغزال، وكلامي كل كلمة من كلامي فيها معاني الغرامي، وكلامي كل كلمة من كلامي فيها معاني الغرامي، ما صعيب عليك ما تفهمها محال، ما صعيب عليك تفهمها أو تفهمها محال، ياللي ديما في البال قلبي يبغيك الغزال، يا اللي ديما في البال قلبي يبغيك الغزال،
سولني سولني الغزل وقال سولني الغزل وقال واش تتبغيني قال سولني الغزل وقال واش تتبغيني قال الله حبيبي الله واش هذا سؤال الله حبيبي الله واش هذا سؤال سلام يا سلام سي توفيق عتفيق على الفنان ديالنا سي توفيق هادشي جميل والله العظيم الله يبارك والله العظيم الا هادشي غزال وتبارك الله على الشاعره ديالنا لاله سلوى بن عزوز اللي مره اخرى تقول لها اشتقنا للمشاركه ديالها معنا الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه انا في الحقيقه كنت لحنتها وبغيتها لافراد اخرى ولكن اكدت عليا سلوى بن عزوز باش نغنيها انا والله العظيم عييت زعما نقلب باش نعطيها شي صوت ولكن قالت لي والو هاد القطعة ديالك سي توفيق ما بغيت شي واحد يغنيها إلا أنت وعندها الحق عندها الحق لا سلوى عندها الحق الله يبارك تبارك الله عليك نقريك واحد التعليق ديال سكينة بلمو معنا في الصفحة تقول يا سلام هذا هو الغناء ولا بلاش يا أخي توفيق يعني هو خاصنا المستمعين يفرقوا ما بين الطرب والغناء يا كسي توفيق كاين فرق كبير كاين فرق كبير ما بين مغني ومطرب يا كسي توفيق نعم سيدي أكيد